نيجي بقى للمسلسل اللي بعده اللي هو مسلسل فرصة تانية. من الأخطاء اللي شفتها إن ياسمين صبري وشها عليه مكياج وتحديدا الرموش والكحل بعد ما خرجت من غرفة العمليات بسبب إنها تعرضت لحادث كبير. طبعا الخطأ ده مش عارف إزاي حصل، ولكن هو إزاي إن ياسمين صبري تعمل حادثة في المسلسل وبعد كده تخش غرفة العمليات وتطلع برضو من غرفة العمليات على وشها مكياج وكحل؟ ده يعني حاجة غريبة بس ماشي. يلا خلينا في اللي بعده.